مقلش عن 94 من ساعة ما اشتغلت لغاية النهاردة. ازاي تخلي لو واحد نازل زعلان من بيته ينزل وهو مبسوط ويقول لي انا النهاردة متفائل. انا اسمي سامح ممدوح، سني 33 سنة، انا كابتن في كريم. يا محسن، سن 38 سنة، اعمل كابتن في كريم. انا اسمي حازم مجيد فرح، سني 54 سنة، انا بشتغل كابتن في كريم. عربية انا بعتبرها اللي هي فتحة بيتي، بس يعني مفيش حاجة دلوقتي غيرها، هي اللي بتأكدني وتأكد ولادي. انا متزوج وعندي ولدين، انا دايما بخصص يوم الجمعة ده اجازة ليهم. عندي 3 اولاد هم كل حياتي. خدت قرض تمويل العربية، القرض ده كان تبع شركة كونتاكت، وبصراحة الناس كويسين جدا معانا. في وقت الأزمة بتاعة كورونا أجلوا لنا الدفع لمدة شهرين، وبعد كده أجلوا لنا تاني لمدة شهرين تاني من غير ما يحطوا علينا أي فوائد ولا أي زيادة على الفلوس. اللي خليت الواحد يقبل على الموضوع ده الفايدة لما تبقى 5% متناقصة، دي ده حاجة يعني ولا في الأحلام. سمعت عن التمويل وقلت مليت الأبليكيشن، بس كلموني في التليفون استعلموا عني، الحمد لله جات الموافقة، دفعت المقدم بتاع التمويل والحمد لله يعني الدنيا مشيت واستلمت العربية والحمد لله يعني دلوقتي بقى معايا سنتين. لا برضه فتح لي سكة وطريق في مكان أنا ما كنتش أتخيله يعني. هنا أنا واحد زي ما بنقول كده سيد قراره يعني، هو أنت وقت ما بتحب تبدأ شغل بتبدأ، وقت ما بتحب تنهي شغل بتنهي. أعرف في حدود 300 واحد خدوا القرض ده. كل الطرق دلوقتي بقى الواحد بقى يمشي عليها وهو مستريح جدا. الفئة دي عاملة عازل زي كده، العازل دوت سيفتي بين الكابتن وبين الراكب اللي بيقعد ورا. عندي مطهرات في العربية، بطهر العربية تقريبا بعد كل عميل ما بينزل. أنا هقول رسالة كده لأي شاب سني أو أصغر مني، الموضوع مش موضوع وظيفة ومكتب وكادر وظيفي وأنا شغال وبقبض كذا أو أنا المسمى الوظيفي بتاعي كذا، الموضوع ده مبقاش موجود. دور على فرصتك في أي مجال، في أي شغل، في أي طريقة، المهم إن أنت تلاقي نفسك